وي السلام عليكم. نبداو بالمقابله تاع البارح اللي لعبتها البارسا مع ضد ارسنال. يعني مقابله هي وديه ولكن بينت بانه كان بعض الاشياء اللي لازم انه البارسا يخدم عليها. فهذا الشيء كنا قلناه من قبل، قلنا بانه الفريق الحالي اللي راه في برشلونه لن يستطيع ان ينافس على القاب اوروبيه، القاب محليه ربما، لانه في البطوله الاسبانيه في ليغا عندك 38 ماتش، تخسر ماتش تعادل ماتش ريكيبيري، يعني بطوله في تجمع فيها نقط، فربما تكون معك لا شونس تقدر تجمع نقط كما صرا العام اللي فات ودينا البطوله. انه حنا كنا كنخسروا ماتشات والريال واتليتيكو كيخسروا ماتشات، فلهذا يعني البطوله كل شيء فيها ممكن. اما قاريا شفنا البارح الدفاع تاع برشلونه كي داير، بصراحه العباره لا يوجد دفاع. انا تفرجت واحد شويه، ما تفرجتش بزاف، يعني درت غير ريزوميات لانه ما عجبنيش الماتش بكل صراحه، مع انه ماتش بريباراتيف يعني ما نحكموش عليه شي حكم كبير، ولكن يعني دفاعيا البارسا البارح بريميتو ما كاينش ديست من كان يلعب دو، يعني كيخلي واحد فراغات كبيره موراه. يعني ديست نعاودو نقولوها يعني بكل صراحه ما يليقش يلعب تيتولار في برشلونه. ديرو رومبلاسون شغلك هذاك، ولكن باش يلعب تيتولار وتعتمد عليه في برشلونه فمازال بعيد ديست على المستويات اللي كنا نشوفوها عنده في اجاكس. بون هذه نقطه. النقطه الثانيه يعني تروا الونسو يمشي يروح حالاته. بكل صراحه نقولها الونسو يعني ما صافي 35 عام واش غتجيبو انت يلعب في برشلونة؟ 35 عام غتجيبو يلعب في برشلونة كمدافع؟ واش فيه في الرواق الايسر؟ قطع هاوي مولاي 35 عام كيف غادي يدير؟ فيعني هادي من الملاحظات نتاع البارح. روميرو ما غاديش نحكم عليه لانه اول مقابلة، مازال ما دخلش في الاجواء مع اللاعبين، مازال ما تفهمش مع اللاعبين. يعني وسط الميدان تاع البارح اللي كان مكون من كوندوغان بيدري وروميرو، يعني هذا هو اللي غادي يكون تيتولار في لي ماتش. هذا هو الوسط يعني بكل صراحه نقولها. البارح واش شفتوا انتم كمتفرجين كمتابعين؟ انا نشت بانه لا يوجد شيء، شفت بلي ما كاين لا وسط لا دفاع. بالنسبه للاطاك بليزوموا تحركت البارح شويه لاطاك، ولكن هذاك اللاعب اللي كيربط ما بين الدفاع ويربط ما بين الهجوم فينا هو؟ حنا يعني جبنا غوندوغان باش يدير هذه الخدمه هذه. بون غوندوغان ما غاديش نحكم عليه في المقابله الاولى، راه ضروري هذه المقابله الاولى ما غادي نحكموا لا على غوندوغان لا على روميرو. اما بالنسبه للدفاع البارح فكوارث كبيره، كوارث كبيره كبيره بزاف. يعني كريستينسن واراخو من كيكونوا في الوسط نتاع الدفاع بزوج هادو ما يمكن لهمش بوحدهم يخدموا الدفاع كامل، خص ضروري الدو تروا يخدم. البارح شفنا الدو تروا ما كيخدمش، وروميرو شفناه كيولي اللور بزاف، كيولي لدرجه انه كيولي بحال اللي هو اخر مدافع برشلونه. سي بون روميرو غادي نخليوه تشوف روميرو غادي نخليوه حنا اخر واحد اللي غادي نهضروا عليه، غادي نعطيوه اكبر عدد من الفرص. راه باقي مقابلات وديه وباقي كذا، وغادي نعطيوه اكبر عدد من الفرص، لانه كما قلنا باش تجيب واحد السيستم تاع جيرونا وتلعب في السيستم تاع برشلونه اللي سيستم محلول. جيرونا كلشي كيدافع كلشي كيهاجم، بالنسبه للبرشلونه راه خويا راك غادي تشد واحد المساحه كبيره غادي تدافع فيها، الور نعطيوك فرص. بالنسبه لغوندوغان نفس الشيء، جاي من السيستم تاع غوارديولا مجهد، غادي يجي للسيستم تاع برشلونه اللي راه ناقص، فخصو شويه ديال الوقت. لانه غوندوغان لاعب كبير بكل صراحه نقولها، غير واش تا هو ديك التوليفه مع من غادي يولف مع من غادي كذا باش يحفظ الجوار باش يتفاهم معاهم، هذه كتشد شويه ديال الوقت. المهم هادو هما الاخطاء اللي وقع فيها، هذه الاخطاء الفنيه غادي نبعدوا على المشاكل نتاع الاخطاء الفنيه والاخطاء ونهضروا في حوايج اخرين. قبيله جا واحد الخبر جديد انه برشلونه توصلت بواحد المبلغ تاع 60 مليون اورو. الصحافه يعني الكاتالونيه الصحافه الاسبانيه كتقول لك هذا المبلغ طاح عليها من السماء، ما كانش مبلغ كيطيح من السماء. البارسا دارت واحد الاتفاقيه انه تبيع واحد الحقوق نتاع استوديو بارسا لواحد الشركه المانيه. هاد الشركه الالمانيه يعني تعهدت بانه غادي يكون الدفع فوري، ماشي كما دوك اللي دارت معاهم بارسا العقود ديالهم والدفع غادي يكون حتى المشتمل الفوري، يعني حتى الراس العام. فهاد الشركه الالمانيه يمكن شركه خويه يمكن شركه الله اعلم، قالت لهم الدفع غادي يكون فوري. فلهذا لابورتا هو قدر كما قلنا بانه رجل محنك، لابورتا والله الا رجل رئاسه محنك، قدر انه يجيب دعم مالي فيه 60 مليون اورو. وكانت عنده مشكله في تسجيل عقود اللاعبين حاليا، هو خرج من هذا المشكل. 60 مليون غتخرج من جميع المشاكل.
لا اللاعبين الجداد اللي شريتهم لا اللاعبين القدام بحال اراوخو وغافي وكريستنسن هذوك ما كانوش مسجلين دابا غادي يسجل كلشي يعني المشكل اللي كان تسجل اللاعبين ما بقاش حاليا كنقولوا حاليا 60 مليون اورو غادي تخليك تسجل اللاعبين وتشيط لك واحد المبلغ تقدر تدخل به السوق مع العلم انه البارسا كانت بريسات تبيع باش تسجل لاعبين دابا لا البارسا غادي تبيع بخطره يعني هذا استنى فونتاج بالنسبه للاداره تاع برشلونه يعني لابورتر كيدير واحد المجهود كبير 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 بزاف مالغري بانه الموارد الماليه ما عندوش كيجري ويبحث باش يجيب موارد ماليه وكيستطع انه يجيبها ها هي اخر يعني هذه اخر حاجه انه جاب لك 60 مليون اورو شكون غادي يعطيها 60 مليون اورو فالطرفيه هذه كلشي كيستغل الضعف ديالك يعني كانت تقدر تجي الشركه تعطيك ما مبلغ اقل من 60 لانه انت بالسيف عليك تقبل العرض حتى في الجوار هذا توتنهام عرضنا عليها الانجليز كنا تفاهمنا معاه 15 ولات مؤخرا لانه شافتك مزير وخصك تبيع وخصك شايف المشاكل ديالك قالت لك 8 وموحال عاد راه باغي 8 وكتنيغوسي تعطيك غير 6 فالبارسا يعني رفضت ذاك الطلب تاع توتنهام ودابا البارسا تنهج تبيع الانجليز بلاتي عليها اللي عطاك طريد بالنسبه لكيسي نفس الشيء كيسي البارسا كانت فيه 30 كانت فلوس كتقول 40 ولا 30 حتى انه جيفونتيس ولات كتعطينا 15 يعني كانوا يزيروا برشلونة لأقصى حد لأنه عارفين برشلونة خاصها أموال والبرسا كانت تقدر تبيع بأي مبلغ لأنه ما كتكون مجيف كتبقى غتسلك فلهذا يعني لابورتر دار واحد قام بواحد العملية يعني زينة بزاف نهج برشلونة سجل لاعبين لا جداد لا القدام وفسح المجال أنه يبيع بلاتي عليه ويشري بلاتي عليه ويخلي صافي يضرب يسيي الجوار هذا المقابلة نتاع البارح بين صافي بأنه راه بزاف ديال الحوايج اللي ماشي هي هذه فلهذا كما قلنا من قبل بانه لابورتا قال بانه عندنا فريق تنافسي فهذه غلط فينا هو الفريق التنافسي فينا هو راه ديما كنقولوا ما حدك ما حليتش المشكل نتاع الدو وما حليتش الروبلاسيون نتاع الطروه وما شفتش ميليو تيران كاسور راه ما عندكش فريق تنافسي روميرو ما غاديش نقول انا روميرو ماشي جوار ماشي راه ولد برشلونة ولعب في لاماسيا ولعب في ليكيب برومي برشلونة قبل ما يمشي يحترف في تشيلسي وفي جيرونا ولا برشلونة ولكن روميرو ماشي داك اللاعب اللي غادي يخلف بوسكيتش راه كاين لاعبين في مستوى في العالم ولكن انا عارف بان الاموال ديالهم خص اموال كبيره باش تجيب ولكن حنا بغينا جوج ديال الريكيبراتور يكونوا موايان باش حتى ما عجبناش روميرو نديروا واحد اخر ما تنتكلش على روميرو بوي وتولي وتقول لي لا حتى روميرو مراش في المستوى ندير ديونغ الوغ ما غادي تولي ترقع غادي ترقع اللي ما بغيناش بالنسبه للهجوم يعني راه عندك واحد المجال وعندك الوقت انك تختار شكون تبيع شكون تشري يعني في الهجوم انا ما عنديش مشكل والله ما عندي حتى شي اشكال خصنا شي واحد مزيان في يلعب 7 ولا 11 يعاون رافينا يعاون ديمبيلي يعاون فاتي يعاون طريس انا طريس وفاتي يعني المستحسن بالنسبه لي يخرج من المستحسن الزلزولي تعطالو فرصه معه وانا عارف بانه الزلزول ما يقدرش يدير شي حاجه كبيره في برشلونه لانه النيفو تاع برشلونه باقي كبير يقدر يكون رومبلاسون ما قلناش يلعب مع فرق صغار مثلا من تكون مقابلات نتلاقاو مع اوساسونا نتلاقاو مع بيتيس نتلاقاو مع فرق بحال خيرونا بحال تقدر تلعب اما باش تلعبوا لي مثلا كونتر ريال مدريد ولا كونتر اتلتيكو مدريد فهذه كتبقى مساله يعني ديال الوقت واش يتطور ولا ما يتطورش انا كنشوفو كشخصيا لانه انا كمغربي شفتو في ليكيب ناسيونال ديالنا وشفتو في برشلونه من قبل وشفتو في تفخير في اوساسونا يعني النيفو باقي عادي يعني الا قدر يتطور مرحبا ما غاديش نهضروا على الجوار لان هاد الحلقه ما كانتش على الجوار كاين اخطاء كثيره وكاين بعض الجوار اللي خصهم يمشيو يروحوا وكاين هضرنا تقريبا على هاد الوفر اللي عطاتو الشركه الالمانيه هذا هو يعني الخبر العاجل كما كنقول هذا هو الخبر الحصري بالنسبه للتوني تاع برشلونه اول مره كتلعب التوني تاع تريكو يعني توني بيضاء هذه ماشي اول مره كيف تاريخيا بينت بان برشلونه لعبت بهاد التوني لعبت به جوكرواش في السبعينات ولا في الثمانينات ما عنديش يعني واحد الدات اكزاكت ولكن العلم ديالي انه لعبت به فهذه ماشي اول مره يعني باش ما تكونش مفاجاه يعني الجيل الجديد ما كيعرفش هاد الاشياء فتلعب يعني هذه المساله نتاع الالوان كتدخل سيرتو في هذا العصر الحديث كتدخل يعني في تسويق الشركات دابا مثلا شركه تاع نايك كتاكزيج عليك انك تلعب بالبيض لانه شركه تاع نايك ما تنساش بانه كتعطيك واحد المبالغ خياليه هي اللي كترعى التريكو ديالك فالور كتبروبوزي عليك دو طون زون طون تلعب بواحد الالوان ما
فهذا يعني داخل في مجال السكر. وشكرا.